كنشوفوا الاسعار يعني ما كاينش الانخفاض نهائيا، هما تيقولوا في التلفازه راه كاين الانخفاض، ما كاينش الانخفاض نهائيا، والارتفاع الاسعار غادا في ارتفاع يعني ما كاينش كاع تغيير نهائيا. وكنطالبوا حنا المسؤولين يغيروا لنا هذا الشيء هذا، راه حيت شهر رمضان راه جاي في الطريق، وشهر رمضان كما كتعرفوا راه ماشي الدرويش، راه ما يقدرش على الظروف هذه، زعما غادي يعيش واحد الظروف صعيبه عليه، وخاصه في هذه الاحياء الشعبيه. راه الاحياء الشعبيه راه ماشي هي الاحياء الراقيه اللي يقدروا ياخذوا المنتوج كيف ما تحط في السوق. وهذا ما كانوا نتمنوا نشوفوا عا شي نتيجه من المغرب الاخضر اللي كانوا تيهضروا عليه شحال هذه، حيت المغرب الاخضر ويعني كانت غير واحد الفقاعه اعلاميه كتسود في المنابر الاعلاميه بصفه عامه. هذه الايام لاحظت ان الناس ما بقاوش عندهم قدره شرائيه يتقداو شي حاجه. الناس انتم كما تشوفوا الناس مساكن القدره ديالهم ضعيفه، تيهزوا مساكن الساك كان تيعمروا الساك تبارك الله 100 درهم الساك عامر، دابا 100 درهم ما تعمرش لهم حتى ميكه صغيره، كلشي غالي، واخا طاح شويه الثمن مازال اثمنه بزاف مرتفعه على الناس اللي كانوا مولفين شحال هذه. ودي مع العواشر قريبه وثاني راه كما تشوفوا السوق خاوي مول في العواشر تبارك الله، تيكون السوق عامر والناس تكون فرحانه وكلشي ناشط. دابا انتم كما تشوفوا عباد الله راه لا اله الا الله محمد رسول الله، القدره الشرائيه ديال المواطن ضعيفه، وما عندناش باش رمضان جاي والناس متحمسه وفرحانه رمضان، ولكن الجيب خاوي لا اله الا الله محمد رسول الله. الاثمنه بدات تطيح ولكن باقا شويه، باقا ما رجعتش الاسعار القديمه اللي كانت عندها، مازال شويه الثمن مرتفع. كلشي غلا، المفارشي كلشي غلا، مطيشه ب 1000 فرانك، الجلبانه ب 300، حنا الدرويش راه ما لقينا والو، ما لقينا فين نعيشوا في هذه البلاد هذه. تيقول لك تينقصوا من داك الشيء، ما تينقصوا ما حتى شي حاجه، اللحم داير 1500، الدجاج داير 400 ريال، واش الدرويش ما يعيش؟ راه لا اله الا الله ما بقى والو. نولوا نطلبوا بولادنا المسؤولين ولا اللي مكلفين باش ديروا معنا شي حاجه، نقصوا لنا بطاطا، نقصوا لنا فهادشي، راه الدرويش مسكين راه لا اله الا الله. العيالات تيجي يبغي ياخذوا كيلو طماطيشه تياخذوها نص كيلو، ما لا اله الا الله، الله يدير الشاود خير. مو الدرويش ما عايش واللي عنده راه عايش، ورا لا اله الا الله، وديروا معنا شي حاجه، الله يرحم لكم الوالدين. تضررنا بزاف، المواطن ما قادرش على هادشي هذا، ومني كان التصدير لاوروبا كان يخليو لنا الديشي كناكلوه، دابا فاش ولا ديال افريقيا كيديو لنا بالديشي بكلشي، ما بقى حتى شي حاجه، راه كلشي مهلوك اخويا. الله اقتراب شهر رمضان احسب هاد المطيشه وهادشي، دابا حنا نقصوا فيها واحد الدرهم يجي عاود السيمانه الاخرى يطلعوا جوج دراهم، هذه هي الطريقه ديالنا حنا مستعدين، ولكن ماديه كل واحد يمشي، اللي يسقي بكوته كوته يسقي به، ولا يسقي بالساقيه كيسقي، واللي كيسقي من البراج كيسقي، كل واحد وكيفاش، واش غادي يدير؟ المسكين هو اللي واكلها، واش اللي كيخدم ب 70 درهم 60 درهم غادي يشري اللحم، غادي يشري البطاطا، غادي يشري البصله، هذا الشيء اللي كاين.